تحرص مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج على تقديم العديد من الندوات والمحاضرات التوعوية التي تهتم بكيفية تعليم الطلاب، حيث يعد التعليم الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات وتقدمها، ويتحقق ذلك من خلال تطبيق منظومة تعليمية حديثة ومتطورة مواكبة لمتطلبات العصر، تعليم عصري لبناء جيل واعد يحقق أهداف التنمية المستدامة، يستوعب المختلف ويحارب الأفكار الدخيلة والمغلوطة، معني بالأساس بالجودة والكيف لا بالكم. من هذا المنطلق ناقشت الندوة التي تم عقدها لتتحدث عن صعوبات التعلم والتعامل النفسي الأمثل معها. في البداية احنا لازم نحدد الطالب، نتعرف على قدراته، هو طالب عنده صعوبات تعلم أكاديمية ولا طالب عنده صعوبات تعلم مهارية. لو اتضح ان الطالب عنده صعوبات تعلم أكاديمية، هنا هيبقى مسؤولية التعامل مع الطفل بتمتد لفئات كتيرة، من ضمنها معلم المدرسة، المجتمع المدرسي ككل، الأخصائي النفسي الاجتماعي، ولي الأمر قد يكون يمتد كمان للشغل مع الطلاب زمايله في الفصل. خلينا نقول ان صعوبات التعلم ممكن تكون مع الطالب المدمج والطالب السوي. صعوبات التعلم لو تم اكتشافها مبكرا، لو عرفت ان الطالب او الطفل في مرحلة مبكرة عنده صعوبات تعلم ايا كان نوعها، هنا بيبقى فرصة التعامل وعلاج صعوبات التعلم بتبقى فرصة اعلى واكبر. طيب ازاي اقدر اكتشف ده؟ ما اعتمدش رئيسي ومباشر وفردي على الاي كيو اللي انا بعمله للطفل، لا، انا ببقى في حد متخصص بيقعد مع الطفل جلسات كتيره من خلالها بقدر اتوصل الطفل عنده صعوبات تعلم، ابتدي احط البرنامج الصح اللي بيناسب مع قدراته، لاني ما اقدرش اعتمد برنامج واحد لكل الطلاب اللي عندهم صعوبات تعلم. طبعا من ضمن هذه الندوات الندوه الحاليه اللي احنا شغالين عليها، اللي هي ازاي نتعامل مع الطلاب ذوي صعوبات التعلم وبطيء التعلم، وده مبني دلوقتي حاليا الندوة دي بناء على احتياجات وطلب المعلمين وأولياء الأمور، إزاي نتعامل مع الطالب بطيء التعلم أو الطالب اللي هو بيواجه بعض الصعوبات داخل الفصول داخل المدارس. فعشان كده ابتدينا نتعاون مع مركز النيل للإعلام والجامعة، الأساتذة، الدكاترة، إن احنا إزاي نعالج هذه المشكلة أو ننمي قدرات المعلمين والأخصائيين إزاي يتعاملوا مع هذه المشكلة بأبسط طريقة ممكنة بإمكانياتنا المتاحة اللي موجودة عندنا داخل المدارس. في كتير خالص بتقابلنا الحاجات دي، بس بنعالجها من ذوي خبراتنا يعني التعليمية. بس الصراحة استفدنا كتير في الندوة دي، عرفنا الصعوبات وعرفنا أنواعها وعرفنا اللي بيكون عليها. يعني عرفت أنا أول مرة أعرف إن في صعوبات نمائية من خلال خبرتي التعليمية، فأنا بعالج الموضوع، بعالج المرض اللي عند التلميذ ده هو أو المشكلة اللي عنده بخبرتي أنا، بس ما عرفش المصطلح اسمه ايه، فعرفت ان هو النمائية والصعوبات الأكاديمية اللي بتكون عليها اللي هي الصعوبات النمائية. هي أهمية خطيرة لأنه الموضوع كبير وبدأ يوسع، بدأ يبقى فيه عندنا طلاب كتير عندهم صعوبات تعلم، عندنا مشكلة في التصنيف زي ما كان لسه بنتكلم في الندوة، عندنا مشكلة حتى في الفرق بين الطالب اللي عنده صعوبات تعلم، اللي عنده بطيء تعلم، اللي عنده إعاقة بالنسبة ذكائه، عنده مشكلات سلوكية فعملت له مشكلات في التعلم. فهو الندوات دي خطيرة، فأنا بتوضح المفاهيم، توضح الأمور، إحنا محتاجين نتحرك على أنهي ناحية، عايزين نركز على أنهي جزء من الأجزاء، إيه اللي محتاجين عليه تدريبات أكبر، مش ندوة بس، ممكن الموضوع الندوة دي النهاردة ينتج عنها في أفكار جديدة، إن إحنا محتاجين نعمل ندوات، محتاجين برامج تعديل سلوك نشتغل عليها، فهي خطيرة ومهمة جدا طبعا. ندوة توعوية تم عقدها داخل مركز النيل للإعلام بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم حول كيفية التعامل مع طفل لديه صعوبة تعلم. كنت معكم نجوى سيف النصر، طيبة.